من تأثيرات عليا أني ما تلتك عن أضبط شيء يسوى شنو هو حتى عن السماع أمه اللي خلاص انتقص بياسر معناها أني عاد فهمش نوع من الطراش. كنت في الطابولة كنت وحدي، كانت معايا مئات المواطنين اللي مصابة بنفس المرض، وعني شفت بعيني شيء ما يقدر يصور. ذيك الفترة ذيك هي طوال شهرين لا أتذكر ولا مرة واحدة أني نمت. كل أمراض الدنيا ما يقدر حد يصبر عن باقي منهم شيء ما جانا في ذيك الفترة ذيك هي. أنا عندي تجربة كانت مع ذا اللي قالوا كوفيد الموجة الثانية، كانت تجربة من نوع خاص. أنا كنت خارج نواكشوط وجيت هوناتية في بداية نوفمبر 2020، من عند يوم 8 من نوفمبر فطنت عني أصبت مرضي غير ما كنت أتصور عنه أبدا، كوفيد بي اللي كنت ما كان شاد علي أولا ولا كان شاد علي أما اللي عنه له يسبق فيه أنا عنده كامل من الناس الأخرى. وشكيت عنه في البداية عنه ألا مرض أخر، عنه قد عود من الأمراض الصدرية العادية، وحاولت عني أنجي لبعض المصحات وأعطوني بعض الأدوية، إلا أني لم أهتم بتشخيص اللي ينقال كوفيد ولم أكون أتصور أعب عني له نصيب بي اللي لا أحترز منه بعض من الاحتراز قد يعود ما هو كامل يا غير بعد اللي عاس منه. جيت لطب صداقة وبالفعل شخصه وتلفن علي عني مصاب به، قالوا لي لا إما تجي للطب وإما تكون فيني راسك، معناها عنك تعزل راسك في بليدة من منزلك. واخترت الأخير عني نعزل راسي، مصور لي عني قد يتخطى عني هذا، إلا أن الحقيقة كانت أمر من ذلك، كانت أصعب. ذيك الفترة ذيك هي طوال شهرين لا أتذكر ولا مرة واحدة أني نمت. كنت دائما قاعد وعلى السرير ندير راسي على الزر وندير على الزر الآخر ونتكي ونحاول عني نتنفس بالرواية، ماني فاهمها، ماني فاهم عني أنا مغلوقة نفسي وعني الأكسجين ما يدخل الجسم. منين جيت للطب عدلوا لي اللي قالوا سكانر يهو الرية 38% منها ما تشتغل. عدلت 8 أيام ولا 9 أيام في ذيك الوضعية اللي ذيك هي، يجيني طبيب ويدقني مع الصباح والدحميس، إلا أن الحقيقة كانت ألا كل يوم بعض يوم أزداد استياء. منين عاد يوم 19 في دجنبر قررت الأسرة عنها تنقلني للطب، هي اللي شافت عني الهزال ضيع جسمي، وشافت عني ما دخل ما تريت وضعيتي عادت وضعي حرج، وجابوني للطب اللي هي اللي قالها الخلية المكلفة بكوفيد في الصداقة، ونزلوا لي لها وتواجدوا معي. أصعب شيء فيه أولاً عنك الأشياء تتقلب عندك، الماء لم يعد طعم وطعم المياه، حتى تقبل بوش من أفيان له تشرب طعم المياه اللي عادية، معناها عنك لم يعد طعم المياه. كل الأشياء تتغير، كل شيء يتغير، ناهيك عن الأكل، ناهيك عن الأشياء. لكن أولاً حد مديول الأكسجين ما عندك له تشرب فرصة بك، اللي مجرد ينقل عنك الأكسجين لهي ما اللي خلاص سنتي التنفس يضيق، وبالتالي معناها أنك ما عندك وقت للأكل ولا للشرب، وهذا ضيف له قلة النوم. النوم ما هو خارج، ألا حد ندار له عيال أكسجين وعياه، وفي بعض الأحيان يضطروا عنهم يديروا لك منوم ولا شيء كانك قد تستراح. أما في الحالات الطبيعية العادية ومنين ما يديروا لك شيء قطعا عنه، والله بعد أنا شخصيا النوم ما كنت نرقد نهائيا، وهذا مد لي فترة طويلة. زيد عليها الضعف، عنك ما تقد الحاجيات العادية ما تقد تعدلها، ومجرد ينقلع عنك قناع الأكسجين سنتي مرة أخرى ترجع للوضعية اللي كنت بها. أبقى معايا من كورونا النسيان ما زال معايا، وما زال معايا ثقل السمع، وما زال معايا إني ما نقد حتى الحمام اللي في زرك في بيت رقاد ما تقدر الحكومات ما هو تكحز، معناها أنك ما تقدر توقف يدي تلحو. هذه واحدة. ثانيا ذا اللي ينقال النسيان،
تدير رقم في تلفونك لهي التلفون ومنين فوت تدير تلفون على ودنك تنسلم تلفون لونه، هذا هو أقرب شيء إذا سمعته. ثانيا ثالثا نقصان السمع، عنها عنك لهي تعود من الأخرين تقص السمع. والله بالنسبة لي أنا لاحظت عن هذه الأشياء الثلاثة عنها وقاتل. يجيك مواطن يهوى لك ويعطي ساعتين ثلاثة مبارك معه ويهوى العلاجات ما تلاقوا نافعين والأكسجين ما تنافعوا ومرحلته عادت مرحلة حرجة ما تنافع الشيء، وبالتالي لا يهوى لك هو عدك بيظهرك يهوى لك هو ركورات وينقلع وينقلع عن الأكسجين وتوفى يهوى لك هو ينباس على متك واعد المقبرة. معناها عني لا نقول للمواطنين نقول لأهل موريتانيا وغير أهل موريتانيا عنهم يعرفوا عنه مرض خطير ويعرفوا عنه منتشر ويحذروا أشد الحذر منه. الشيء كامل قد يقي رقاج من هذا عنه يالطو ما يقصر فيه. وأنا بعد شخصيا اللي عشت التجربة وفي الدرت دقاتي ثنتين منزلت إلى الآن كمامتي لا بد لي مني أن أعتالكم، معناها أني أنا وهي ما نفتصلوا ونعرفها ونعرف قيمتها ونعرف ذي اللي يا الله يعدل فيها ونحذر ونعرف عنها على كل حال. لكن لا يعدل الله تبارك وتعالى عنه كتب في الأزل. أدعو جميع الناس اللي ما فيها تلقحت عنها تبادر يا كانها تلقح. ظهر لي عني ما عندي مصلحة عن يلقح حد ولا ما يلقح غير هذا حقيقة وواقع، ويا الله المواطنين كامل يعودوا عارفين رواية كاملة فم احتمال 1% عنها تقي من هذا المرض، يا الله المواطنين يتبادروا ويعدلوه.